ولذلك احذر، ما كب الناس في وجوههم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا ومن أخطر ما تقول بلسانك القول على الله بغير علم. احذر احذر احذر، لا يغرنك أن الناس يقولون فلان لا جاهل، لا يغرنك أن الناس يقولون فلان لا يفتي، لا يغرنك أن الناس يقولون فلان تراجع عن قوله. والله لأن تقوم بين يدي الله عز وجل سليما من أن يقال لك لما قلت ذاك خير من أن ينظر الناس إليك بعين وقار. قال أحمد: يجاء بي يوم القيامة وقد غللت، فيقال لي: يا أحمد من أين قلت هذه المسألة؟ فأقول: يا رب حدثني بها وكيع ابن الجراح الكوفي. فيفك غلال أحمد فيجاء بوكيع مغلولة يداه، فيقال لوكيع: من أين جئت بهذا؟ فيقول وكيع: حدثني بذلك منصور بن المعتمر. فيفك غلال وكيع ويؤتى بمنصور، فيقال لمنصور: وقد غل، من أين جئت بهذا؟ فيقول: حدثني به إبراهيم النخعي. فيفك غلال منصور ويؤتى بإبراهيم مغلولا، فيؤتى لمغلول فيؤتى بإبراهيم مغلولا، فيقال له: من أين قلت هذا؟ فيقال فيقول: حدثني الأسود ويزيد عن ابن مسعود به. فيؤتى بهما مغلولين، فيقال: من أين جئت به؟ من أين جئتما بذلك؟ فيقولون: حدثنا به ابن عباس بن مسعود. فيأتي ابن مسعود مغلولا فيقال له: من أين جئت بهذا؟ فيقول: حدثني نبيك عن جبرائيل عنك يا رب. اجعل بينك وبين العلم وساطة وهو النقل والأثر، واجتهد غاية اجتهادك، إن كنت مكفيا فاحمد الله. في المدينة في عهد التابعين، من في عهد التابعين؟ أبناء الصحابة وتلاميذ الصحابة، ومن اكتحلت عيونهم برؤيا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه ولمن رأى من رآه. قالوا: إذا سئلوا عن الطلاق لم يكن يجيب في المدينة كلها إلا سعيد ابن المسيب. مدينة حاضرة العلم لا يفتي إلا رجل. اسأل الآن طلاب الشريعة كلهم مستعد يفتيك وأنت جالس، وهو يشرب ماء باردا، وهو أسهل عليه، بل ربما شرب الماء أسهل عليه من فتوى في الطلاق، والطلاق يتعلق ببيت، فكيف إذا كان متعلق بقضايا الأمة العظيمة؟ بعض الناس يأتي بأمور غريبة، بأمور مهلكة للحرث والنسل والدماء، يأتيك بأشياء فيها قتل واستباحة أموال وأعراض وتكفير للمسلمين، لأنه جلس هو واثنين من زملائه في غرفة مغلقة وتكلم في شرع الله، وعنت في أذهانهم فكرة تحكم على الناس بالكفر والخروج من الدين واستباحة الأموال والخروج على الدين. هذا خطير. إذن فاحذر الصغائر، من حذر الصغائر فهو ظنين مظن به أن يحذر بك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد، والله أعلم.